ارضي وطني، جدي هان عاش وابوي عاش وانا بعيش وابني برضو حيعيش في هذا الوطن، انا مواليد الاربعين ما شاء الله. الحمد لله صامد في بلدي في ديني في وطني. انا حضرت 48 56 67 والحروب الصغيره هذه وحرب هذا اصعب شرسه حرب شفته في حياتي الحرب هذا، لانهم جايين ناس مجرمين ذئاب كبير خالص يا سيدي، اكبر من اللي هو ولد. ايوه اكبر من اليهود. بتروحوا غصبا عنهم، غصبا عنهم بتروحوا على بلادكم على دوركم. 42 قلتونا من شمس الله يعيننا، مشيت قديش من دوار الكويت شهبان ويهود. بارك يا حبيبي. يقولوا في تهجير على سيناء يا حجي، ايش رايك؟ الله لا يحييهم. لا والله لا بدنا نأجر سيناء ولا بدنا نروح على سيناء، بدنا نروح على بلاد على دورنا بدنا نروح. ليش هم اليهود احسن منا يطلعونا من دورنا ويدونا على سيناء؟